اجن ساعات الواد عريت. اي زينب هاي الله يساعد قلبك ام المصائب. تقول لاخويا ساعات الواد عريت لا جن وعسل الحزن بجفاك يا ابن امي. لا جن ما كان الوجن لجن لا جن بناتك من لقن ما كنتي. قلوا لي بسم الله الرحمن الرحيم. قال الراوي عندما امر يزيد عليه اللعنه بخروج السبايا من الشام الى المدينه فلما وصلوا طريق مفترق طرق قال الدليل لزين العابدين عليه السلام هذا طريق يذهب إلى المدينة وهذا طريق إلى كربلاء. فذهب وأخبر السيدة زينب لأنها هي كبيرة تلك العائلة وقائدة السبايا فقالت له عم مر الدليل أن يمر بنا إلى كربلاء. قالت ما أروح للمدينة ايش عندي بقى بالمدينة مرني على كربلاء أنت شوف أخوي أبو علي. فلما وصلنا إلى القبور فرد طاح على قبر حسين طاح خويا ومثل حمت أم الفصيل عليه ناحل ايش كثر صياح أم القبور. وين الصرخة زينب ها؟ ايش كثر صراح يم القبر ناحن يا راعي هالقبر جدك نساوين يا راعي هالقبر جدك ياك نساوين. كل شارك الكل شارك جينا ننشد كربلاء مضيعينها جينا ننشد كرملة مضيعينها بيها زينب قالوا ومياسرينها بيها زينب قالوا جينا ننشد كرملة مضيعينها جينا ننشد كرملة بيها زينب قالوا ومياسرينها بيها زينب قالوا يسرها ولالها واحد بدع شال عاد ضعونها بزع وقطع يسرها يسرها ولالها واحد بزع شال عاد ضعونها بزع وقطع جينا ننشد وين ابو فاضل وقع جينا ننشد وين ابو فاضل وقع ما تدلون الشريعه وينها الله الله جينا ننشد كربلاء مضيعينها جينا ننشد كربلاء مضيعينها بيها زينب قالوا ميسرينها بيها زينب قالوا ميسرينها يسراها ولالها واحد فزع شال حاد ضعونها بزع وقطع جينا ننشد وين ابو فضل وقع جينا ننشد وين ابو فضل وقع ما تدلون الشريعه وينها ما تدلون الشريعه الله الله جينا ننشد جينا ننشد كربلاء مضيعينها جينا ننشد جينا ننشد كربلاء مضيعينها بيها زينب